السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دروس قناتكم شارع الألباح. معنا إضرب جديد على قناتكم التليجرام وقناتكم اليوتيوب. إضرب قوي على هذه المنصة. سبق وأن تحصلنا على 200 من هذه العملة. إضرب صادق 100%. سيتم توزيع حوالي 20,000 دولار مقسمة على المشتركين. طريقة التسجيل في هذا الإضرب جد سهلة. أول شيء نقوم به وهو تحميل أو تسجيل في المنصة الخاصة بهذا الإضرب. ما تحتاجه في هذا الإضرب ستجدونه في هذه التدوينة، رابط الإضرب ورابط المنصة. طريقة التسجيل في هذا الإضرب، تقوم بالضغط هنا. أول شيء شيء ضروري في هذا الإضرب، تقوم بالضغط على رابط المنصة من أجل التسجيل. تقوم باختيار المتصفح الخاص بك. أول شيء تجد المنصة باللغة الفيتنامية. ما عليك هو الضغط هنا على اللغة الإنجليزية، على الأقل أحسن من اللغة الفيتنامية. تقوم بالضغط هنا على إنجليش. بعد ذلك ستقوم بملء البيانات الخاص بك. هنا تضع الإيميل الخاص بك. بعد ذلك في الخانة الثانية هنا تقوم بوضع كلمة السر الخاصة بك. تقوم هنا الاسم الخاص بك. تقوم بوضع الاسم الخاص بك على هذه المنصة. هنا تقوم بالضغط على هذه العلامة تفعيل أو موافقة على الشروط. بعد ذلك تقوم بالضغط هنا على sign up. مباشرة بدأ التحميل. بعد التسجيل في هذه المنصة تقوم بتحميل هذا الإيدروب أو هذه المنصة من على أو تطبيق خاص بهذه المنصة من على جوجل بلاي. تقوم بتحميل المنصة. بعد ذلك تقوم بإدخال معلوماتك التي قمت بالتسجيل بها، الاسم والباسورد الخاص بك. سيطلب منك كود أو كود دعوة من أجل التحصل على بونس الخاص بهذه المنصة، عملة الـ VNCD. ستقوم بالذهاب إلى التدوينة التي تقوم بنسخ هذا الكود. تقوم بلصقه ثم ذلك تضغط على تفعيل. إذا بعد تسجيل وتفعيل المنصة، تقوم بتفعيل المنصة عن طريق الرقم الهاتف الخاص بك أو عن طريق الإيميل. تقوم بتفعيل الإشعارات الخاصة بهذه المنصة. بعد ذلك تقوم بالضغط هنا على رابط الإيدروب. إذا كما ترون يطلبون منك تحميل الإيدروب الخاص بهذه المنصة. تقوم كما قلنا بتحميله وتسجيل في الإيدروب في المنصة. الآن أول شيء تقوم به هنا ستجد البيانات الخاصة بك على مواقع التواصل الاجتماعي. تأكد بأنك تقوم بالتسجيل بنفس المواقع التي قمت بإضافتها على الموقع، كصفحتك على تويتر، صفحتك على الديسكورد، قناتك على اليوتيوب، أيضا هنا قناة على الريديت. بعد ذلك تضغط على سيف. هنا المهام الخاصة بهذا الإيدروب. كأول شيء تقوم به وهو الانضمام إلى صفحتهم على تويتر. هنا أيضا عمل ريتويت للمنشورة المثبتة على صفحتهم على تويتر. هنا الانضمام إلى قناة أو صفحتهم على تويتر، الصفحة الثانية الخاصة بهم. هنا الانضمام إلى قناة مجموعتهم على التليجرام. هنا الانضمام إلى قناتهم على التليجرام.
هنا الانضمام إلى صفحتهم على الانستغرام كما قلنا، ثم هنا تقوم بزيارة الموقع الخاص بهم. هنا كذلك في الأخير هنا ستحصل على رابط قبل الأخير عفوا، هنا ستحصل على رابط الإحالة الخاص بك. يمكنك مشاركته مع الأصدقاء عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي لربح مزيد من العمولات على الموقع. ثم في الأخير سيطلب منك هنا الإيميل الذي قمت بالاشتراك في المنصة الخاصة بهم، تقوم بإضافة الإيميل الذي شاركت به في المنصة. ثم بعد ذلك مبروك عليك التسجيل، ننتظر توزيع هذه العملة. اضرب مضمون 100% منصة صادقة. إذا إلى هنا نكون قد انهينا شرحنا لهذه الحلقة. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على التليجرام، اشتراك في مجموعتنا في قناتنا على اليوتيوب، وإلى درس جديد من دروس قناتكم شارع الأرباح.